السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للمورينغا، الناس اللي عندهم الغدة، الناس اللي عندهم سوء التغذية، الناس اللي عندهم فقر الدم، فخاصكم تسارعوا أنكم تاخذوا المورينغا اللي تتكون يعني عندنا بواحد الجودة رفيعة وبدون زيادات كيميائية. فالمورينغا تعتبر من المكملات الغذائية المهمة لمرضى السكر، لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني. تتخدم على البنكرياس بواحد الطريقة يعني عجيبة، لأنها تضبط الأنسولين وتتخليه متوازن، وتتساعد أن مرضى السكري ما تيبقاوش يحسوا بالعياء أو باحتياج ديالهم لهذا الطاقة، لأن هي مزودة لهم الطاقة وتعطيهم الزنك، تعطيهم الكويفر، تعطيهم جميع الأشياء اللي ناقصاهم. فالمورينغا تعتبر من المكملات الغذائية المهمة لمرضى السكر، لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني. تتخدم على البنكرياس بواحد الطريقة يعني عجيبة، لأنها تضبط الأنسولين وتتخليه متوازن، وتتساعد ان مرضى السكري ما تيبقاوش يحسوا بالعياء او باحتياج ديالهم لهذا الطاقه، لان هي مزوده لهم الطاقه وتعطيهم الزنك، تعطيهم الكويفر، تعطيهم جميع الاشياء اللي ناقصاهم.